اللاعبين اللي كانوا مصابين كلهم ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن كلهم غادي يرافقوا الفريق ويكونوا مع الفريق ان شاء الله في مصر، واللي كان جاهز فيهم هو اللي غادي يلعب ان شاء الله. بالنسبه للاعبين اللي مصابين الحمد لله شويه كورونا ديال كورونا كتعرفي بان كورونا خصها 14 يوم واش كيدوزوا حجر صحي هما في الفندق ماشي في الدار في الفندق، يعني خوفا على العائله ديالهم وخوفا كذلك على الاقارب ديالهم وكذلك على الزيارات باش ما يكونوش عندهم الزيارات ما يكونوش يكونوا تحت الرعايه الطبيه ديال الطاقم الطبي ديال فريق الرجاء البيضاوي. الورفلي واش باقى عنده الاصابه؟ الورفلي كما اللاعبين الاخرين يعني كانت عنده اصابه، ولكن اصابه طفيفه يعني ماشي شي اصابه كبيره. المباراة المقبلة يكون واجد ان شاء الله، داكشي اللي كنتمناو.